اهلا وسهلا بكل مشاهدينا انضموا الان للمتابعه عبر صباح الشروق في ساعه ثانيه محطات وفقرات منوعه نتمنى ينال رضاكم واستحسانكم. تقريبا لو كان في مدخل انه واحده من اساسيات النجاح في كل مجالات الحياه الدوافع جوا الانسان اللي بتخليه دائما يسعى عشان يحقق العمل ده ونهايته بالصبر، يعني نبدا من الدوافع والالتزام وتحديد الاولويات ومن ثم نصبر عشان العمل ده يتحقق بالصوره المطلوبه. اولوياتنا في الحياه مرتبطه بتفاصيل كثيره جدا وعوامل قد تكون سلبيه او ايجابيه، يعني مجمله وتفصيل حتكلم عن تحديد الاولويات وترتيبه كمان سواء كان على مستوى الفرد او مستوى الجماعه، لو كان في مؤسسات نبدا من البيت لانه البيت هو اللي بيعلم بيطلع جيل يعني انظر باذن الله تعالى. مع دكتور ساره ابراهيم خبيره الاعلام المجتمعي حنتحدث اليوم عن ترتيب الاولويات واهمها. اهلا وسهلا، صباح الخير. صباح النور وصباح السعاده وصباح الامل، وانا دايما قاعد احب اجي الشروق والله والله يعني صديقه دايما عندي ارتباط نفسي شديد جدا بصباح الشروق، فبكون سعيده جدا وانا جايه الحلقه يعني، واتمنى انه حتى الناس اللي بيشاهدونا يكونوا هم ذاتهم بيتبادلونا نفس الاحساس يعني، وان شاء الله صباح مليء بالتفاؤل والامل والسعاده ان شاء الله والانتاج يعني الحمد حاجه، وان شاء الله نقدر في الحلقه ذاته نوصل الفكره ونستفيد احنا وهم يستفيدوا يعني. كان الاولويه بتاعتك انت الاولى حب الشروق خالص، ومن ثم نبدا بعد ذلك والله قد يعني أولويات والله يفضلوا على كل يا سلام كتر خيرك يعني، بالرغم ان انا ممكن اكون كنت مضغوطه او عندي التزامات لكن والله صباح الشروق والله اي حاجه. شكرا. نحن سعداء جدا يا دكتوره ساره تكوني معنا عبر صباح الشروق، واحدة من الحياة الإشراقات الجميلة اللي صباح الشروق انت، واحدة من الحياة المهمة جدا حتحدث عنها، هي فقرة مهمة جدا، وانا شايف انه نقول لجميع السادة المشاهدين انه الفقرة اللي حنتكلم عنها دي فقرة مهمة جدا، اتمنى الناس تنتبه لها على اساس انه تقدر من خلالها تبني مستقبلها القادم ان شاء الله، اللي هي فقرة تحديد او ترتيب الاولويات للوصول للاهداف. بداية دكتورة سارة، اهمية تحديد الاولويات بالنسبة احنا كانسان، انا كمحمد كانسان تحديد اولوياتي بالنسبة لي حيكون هدفه شنو؟ طيب احنا عشان هدف تحديد اولوياتك اول حاجه بنظم لك زمنك، يعني احنا مثلا عندنا بنشكي نقول لك حاجاتنا كثيره، امورنا جايطه، حاجات كثيره عايزين نعملها وما قادرين، ليه؟ لانه الزمن محدد، يعني انت عندك 24 ساعه، ال 24 ساعه تشيل منها ساعات النوم زي 8 ساعات، شوف بيفضل لك كم، زي 17 او انا ما احسب حساباتي شويه مش 16 ساعه 16 ايوه اي، فانت زمنك بيكون ضيق جدا، عمرك ذاته الانتاج ضعيف، يعني عمرك الانتاجي الفتره اللي انت بتنتج فيها قول من ال 40 لل 60 ده لو زول عاش يعني في ال 20 لل 40، فالفتره الزمنيه بتاعتك للانتاج ذاتها ما كثيره. الانسان مهامه كثيره في الحياه، مهامك كثيره، زمنك محدود ومحسوب، عشان كده انت بيكون عايز تنتج، يعني عايز يظهر لك على ارض الواقع انتاجك او حاجاتك اللي انت عايز تعمل، اهدافك اللي في الحياه دار تنتجها. لو ما رتبت حاجاتك دي بطريقه بجدول عديل كده جدوله زمنيه انت ما حتقدر تحقق، انت حتلقى روحك في كل مجال هبشته ما قدرت انتجك فيه. ليه؟ لانك انت يعني فهمنا البسيط، حنقول لك احنا جايطين حياتنا كثيره، انا مضغوط، عندي 100 حاجه عايز اعملها وما قادر، الزمن ما مكفيني. ليه؟ لانه انا ما تعودت اني انا ارتب اولوياتي انا، او يعني انا ما حقول لك في حاجه مثلا اهميتها اقل من حاجه، لكن انا بعمل شنو؟ بقوم برتب حاجاتي في الحياه وفقا للجدول الزمني. جدول الزمني بيعتمد على شنو؟ يعني في حاجه انا ممكن يعني انا ممكن اديك حاجه اسمها مربع الاولويات. المربع الاولويات دي عمله يعني كاتب الاداره المعروف اسمه ستيفن كوفي مع عدد من العلماء، صح. عملوا حاجه اسمها مربع الاولويات، قاموا قسموا مربع الاولويات لاربعه. المربع الاولويات دي اعتمدوا فيه على حاجه اسمها الزمن، الزمن يعني هي عاجله، زمن بمعنى انها عاجل، والحاجه الثانيه الاهميه. فقاموا قسموها لاربعه، قالوا انت ممكن يكون عندك حاجه تكون عاجله لكن غير مهمه، يعني حاجه انت لو ما عملتها هسه خلاص زمنها بينتهي لكن هي ما مهمه، وفي حاجه ممكن تكون عاجله ومهمه، يعني حاجه مهمه لازم تعملها هي عاجله وفي نفس الوقت مهمه، وفي حاجه ممكن تكون مهمه لكن ما عاجله، يعني ممكن تخليها، يعني هي مهمه في حياتك تعملها لكن ما في الزمن ده لازم تعملها هسه لو ما عملتها انتهى، وفي حاجه غير عاجله وغير مهمه. طيب احنا ممكن نضرب مثل للناس، مثلا زي عاجل، الحاجه عاجله ومهمه، مثلا زي انت عايز تمشي الطبيب يعني دكتور، صح؟ في حاجه عاجله ومهمه لازم تعملها، في حاجه عاجله لكن غير مهمه، يعني مثلا في تلفونات، مثلا في زول بس اليوم كله ماسك ترد على اي تلفون، في تلفونات ما ضروري يعني، يعني انت ممكن ترجع للزول بعد تخلص يعني مثلا في الشغل هسه يضرب لي زول، ما ضروري يعني مثلا صاحبي دار يتونس معي، صديقه يعني هي عاجله انا ممكن ما ارد عليها لكن ما يعني خلاها وقت ثاني ارجع له. في حاجه ثانيه ممكن تكون شنو؟ عاجله غير عاجله وغير مهمه،
اللي هي زي وسائل التواصل الاجتماعي دي يعني. وبالمناسبة احنا عندنا مشكلة انه الحاجة الغير عاجلة وغير مهمة بقينا في اولوياتنا مهمة. العاجل والمهم يعني. فوسائل مواقع التواصل الاجتماعي دي اخذت من الناس زمنهم بشكل انا قاعد اقول لهم ده حرام مسميه واللص الخفي لانها بتسرق منك اجمل لحظاتك يعني. زول زي ما يفتح عينه من النوم يفتح التلفون الرسائل يخش الفيس الوات يرد يعني بحاجات ما ضرورية وما مهمة يعني. انت لو ما دخلت ولو ما رديت لو ما تكلمت يعني ما حتنقص منك. جميل. اكنك قصت من زمنك. فده الترتيب كده انك انت لو ما لما ما رتبت حاجاتك كده ففي وقال لك انه في ترتيب الاولويات لابد انك انت تراعي شنو تراعي انك انت في اليوم ما تاخد اكتر من من ثلاثة اولويات تعملها يعني. انت تكون كل يوم تكتب عمل لك خطة زمنية كده في ورقة والخطة الزمنية دي تقوم شنو الخطة حقتك دي تقوم تحدد في يومك ده انا مثلا في حياتي كلها انا داير اعمل شنو تكتبه يلا تقوم في اليوم ده تقوم تقول في اليوم ده انا هعمل هحقق ان شاء الله ولو هدف واحد في اولويات حاجة واحدة انا هعملها. لكن انت ما ممكن تكون عايز تشتغل وعايز تجامل وعايز تصلع مع اصحابك وعايز تقعد في وسائل التواصل الاجتماعي وعايز احنا كنسوان عايزه تطبخي وعايز تغسلي جمله من غير تحديد زمن معين. لكن ده لو كان في اشاره برضو يا دكتور انه احنا عندنا بس سهله البيتي تي في اي زمن في اي زمن قصة انه ذات تحديد اولويات بالمعنى وترتب جدوله ولاهدافك واحلامك كانه الحاجه دي اصلا كده شبه مستحيل. فيتكلم عن تغيير المفهوم ده اصلا لو كان في تغيير مفهوم حقيقي حيتكلم عن بناء والبناء بيبدا من الانسان. كيف نبدا في تغيير مفهوم الانسان السوداني؟ معظم الدول اللي نهضت وارتقت كانت بتحديد اولوياته والمتاح الممكن يتعامل يعني. التغيير ده بيتم كيف؟ طيب التغيير بيتم من الاسره. انا دائما بصر على انه احنا الاسره حقتنا دي هي الاساس على الارض الخصبه هي الارض ده المنبع اللي بينبع منه الانسان اللي بيتطور وبيكبر وبيكبر في النهايه بيبقى هو اللي بيقود السودان وبيقود التطور. الاسره ذاتها ترتيب اولويات الاسره دي مهم. بيجي من وين؟ اول حاجه انا قاعد اقول لهم شفت الخطوبه فتره الخطوبه هي ما فتره بتاعت ونسة وكذب وضحك وها لا لا مش الفتره بتاعت انه كل زول الطرف والطرف الاخر يقوم يتناقشوا في انك انت اولوياتك في الحياه شنو اولوياتك في الحياه شنو عشان نتلاقى نعرف ايوه يعني ما فتره بتاعت خداع يعني. اقول لهم استغلوا الفتره دي انكم كل زول يعرف بعض كويس عشان مشاكل الطلاقات كلها والمشاكل تحصل في الاسر انه شنو في اختلاف في الاولويات يعني. تلقى الراجل مثلا يصير انه يتزوج لكن مصير انه في اولوياته يمشي مع اصحابه شارع النيل مصير في انه عمله ياخذ كثير من زمنه مصير على اولوياته. اقول لك مثلا تواصل اجتماعي مع اهله إيه يلقى تلقى الزوجه والاولاد منهم وقتهم يعني بيدوا لهم بسيط وهم ما في ما في الاولويات فتحصل مشاكل انك انت ما قاعد معانا انك انت ما شغال بيننا وليك مسكته لا يعني لا, لا, لا اذا ما اتفقوا مسكته اذا ما اتفقوا ايوه فبتجي كده فبتلقى انه هي الزوجه بتحس انه زوجها ده ما مهتم بيها يعني انه زمنه كثير لزمنه اولوياته كلها اصحابه واهله وهي دايره تكون جزء من اولوياته وتربيه الاولاد يقول لك خلاهم لي كل التربيه انا وانا ايوه. والزوج نفس الحكايه يتزوج مثلا البنات البنات الزمن ده يعني الله يديهم العافيه فالوحده بتكون بتتزوج وهي فاهمه لسه قدرت تعيش مع صحباتها وقدرت تمرق معاه ودار طبعا من برامجهم فالراجل بيقول لك انا باجي ما بلقى اكل ما بلقى البيت مرتب ما بلقى اموري مرتبه ان هي اولوياتها صحباتها اولوياتها انا في بعيد من قائمه الاولويات ان هي ما عادت ترتيب فيحصل مشاكل. فاحنا لو ما اتفقنا مني انا كراجل ومرة اني اتزوج انه اولوياتنا تكون مرتبه عشان انا لما نجي انجب اطفال او الاطفال دي ذاتهم انا اقعد احنا بنتعلم دائما بشنو بنتعلم دائما بالتقليد بالمحاكاه يعني. اللي مثلا الاطفال دي لما نشوفوا انه امهم وابوهم دي اولوياتهم هم مثلا بيتهم اولادهم الواحد داري يتطور في الحياه او اهم الاولويات انا بصير عليها يا اخواننا اولويات العباده يعني. انت لابد انك تغرس في اولادك انه حب ربنا صلاه التقرب لله الطاعات دي اولويات الحياه يعني. انا مثلا لو ما قمت من الصباح في اولادي انه انا اصلي الصبح اولادي وناتهم ما حيقوموا علي انهم هم يعني صحيح. العبادات دي مهمه جدا لان هي بتنير طريقك. الحاجه الثانيه انه مثلا لابد الواحد يكون عنده عارف انه من اولويات الزوج في الحياه مثلا انه يكافح ويشتغل وينتج دي الحاجات اللي بيقوم عليها. الحاجه المهمه برضو في الاولويات انه الواحد لما يحرص انه هم اولوياته مثلا في الحياه انه مثلا يبر والدينه الابناء وبتعلموا انه الحاجه دي منه وبيمشي. برضه الحاجه الثانيه المهمه في الاولويات انك انت لابد تدي زمن لنفسك في اولوياتك يعني لازم يعني احنا ما بنلقى زمن لروحنا
يعني دي حياتها المزعجة جدا انه ما قاعدين نعمل زمن اللي روحنا. الزمن اللي روحك في الاولويات ده بتعمل فيه ونقضي ذات اللي روحك بتقول انا انتجت شنو، انا في الحياه دي عملت شنو، انا الطريق اللي ماشي فيه صح ولا غلط. فانت ممكن تكون بتمارس بنفس الخطا حتى اولادك بيعلقوا لك بيقول لك يا بابا انت بتعمل كده وبتعمل كده، لكن انت ما لاقي زمن عندك انت تقعد فيه مع نفسك عشان تغير فيه من سلوكك، فبتكون ماشي في نفس الطريق اللي بتعمل فيه وانت ليه، لانك ما عندك زمن لنفسك في اولوياتك ما مرتب زمن لنفسك. تمام. بعدين الحاجه المهمه في ترتيب الاولويات او في ان عشان احنا نعيد تشكيل حياتنا بالشكل المنظم والمرتب انك نقول لا. كلمه لا دي مهمه جدا. قول لي نقول لا كيف؟ يعني انا ما ممكن مثلا اكون رتبت خلاص اتعلمت انه انا عندي منهج في الحياه، تعلمت اني اعمل خطه، بتعلمت اني انا ارتب اولوياتي كلها واشوف كل يوم اختار لي مثلا ثلاثه اولويات انا داير اعملهم في اليوم وانجزهم، فجاه يقوم تضرب لك صاحباتك او اصحابك يقول لك والله الليله طالعين راح مشوار، فانت تكون خطتك اللي عملتها تضرب بها عبد الحاج وتتلبس وتقول لي انا مارق معهم، او يضربوا لك ويقول لك الليله في حاجه مثلا مهمه. احنا عندنا مشكله في السودان انه اجتماعياتنا دائما بتتغول على حياتنا الاخرى. يا ناس الخواجات دي المشوا مثلا مننا مسافات ليه؟ لانه ما ممكن الزول في الشغل يقوم يضربوا له يقول له في بكاء هنا يقوم يقفل الكاميرات وحياتي، يا اخي احنا ماشيين كلها تمرق تمشي الالوناي ويجوا بعد كده يتفرغوا ويمشوا بيوتهم والقاسه اليوم انتهى. هناك عندهم لو مات ابوك يقول لك لا انت بتكون قافل تلفونك، دخلت هنا قافل تلفونك حق البيت ده، شغلك لشغلك زمنك لشغلك خلصته، مشيت بعد كده شفت حياتك الثانيه. لكن مشكلتنا، لكن يا دكتور ساره معلش المقاطعه في قصه انه انت ما بت يعني فعلا هي الحاجه دي موجوده الان في بالنسبه للمجتمع الاوروبي، انت ما بت يعني ما بتشارك في الحياه الاجتماعيه دي، لكن احنا كشعب سوداني انا معاك انه نغير من المفهوم ده وعايزين نغير الان قبل بكره، لكن صعب جدا حاجه تغرست كده. يعني انت رايك شنو تدينا حلول للموضوع؟ يلا ما حلولنا انك ان احنا نرتب نفسنا. يعني انت مثلا ما ضروري مثلا ما في زول مثلا ممكن يضربوا لك ويقول لك والله واتخالت في عندك حصل انت لو ما مشيت هسه طوالي فانت مشكلتك انك بيكون عندك اولويات اهم. انت عندك تقول اوكي انا اخلص حاجتي وامشي ثاني لكن انت لما تجوط حاجاتك كلها مع بعض انت عارف ممكن تخش لك. يعني والله انا دي من الحاجات المزعجه جدا انه ممكن يكون في مشوار تكون مرتب صاحي من الصباح، خلاص مشينا بجدولنا كتبنا خطتنا نظمنا حاجه اولوياتنا ان احنا هنعمل شنو هنعمل شنو هنعمل شنو، تلفون واحد بيغير لك برامجك كلها، تقوم تعمل شنو، بتكون رحلتها ما خلاص عملت وقفت حاجتك، رحلت اولوياتك دي الانتاجيه دارت تعملها في يومك رحلتها لبكره، وتبقى انت بكره برضه تحصل حاجه وتقوم بترحل في حاجاتك بكل مره تنتهي ممكن تكون الفتره الزمنيه اللي حطيتها في خطتك سواء كان كل 6 شهور او 3 شهور انا بغير حاجاتي، تلقى نفسك في الفتره دي ما عملت اي حاجه. الحاجه دي قولي بتعمل لك شنو؟ بتعمل لك نوع من الاحباط، نوع من انه انا ما قادر انتج ما قادر اعمل في حياتي، بيتحول طوالي لانسان بعد ده شنو انسان فاشل او انسان شنو بحيث ما بدك دي تقدير تقييم لذاتك بتقول انه انا ما قادر انتج ما قادر اعمل. بعد كده بدل تقعد تلغي اللوم على على على, على مثلا حياتك او جدولك الزمني اللي تلخبط بتبدا تلغي اللوم على الاخرين انه الاخرين هم السبب هم دمروني هنا انا ما قادر مع الناس، بتبدا تفتش في الهروب جد. يعني حتى ممكن الناس اللي سافروا طلعوا برا السودان انا بعرف انه في ناس سافروا مش سافروا بس للقمه العيش، سافروا عشان يلقوا زمن لنفسهم. قال لي احنا دايرين نكون بعيدين عشان نلقى زمن لنفسنا ان نقدر يعني حياتنا اللي بنحبها نعملها نقدر ننتج. يعني احنا ما في زمن ما قادرين. يعني في واحده انا بعرف في واحده سافرت يعني اختربت، هي قالت لنا هي بتحب تقرا بتحب عندها فتره بين الزمن للقرايه والطلاع والصغر في السودان هنا ما لاقيها الحياه اللي بتفتح الكتاب بتفتح الكتاب بتبدا تقرا هي اولويات دار تثقف. يعني كده دي ما خلاص كل زول عنده اولوياته حسب الحاجه الجامبيه الفكره بتاعته الجامبيه، فقالت ممكن تكون فاتحه الكتاب لحد دي تبدا تقرا فيه صفحه تحصل حاجه راح نمشي ان احنا تمرق ممكن الصفحه بتكون مفتوحه كده لحد دي 3 4 5 يوم ما تكون جميل. فهي هنا في الحته دي فقدت نفسها، يعني ما لاقي نفسها ما لاقي الحاجه اللي هي بتحبها ما قادره تستمتع بحاجاتها اللي بتعملها، فدي مشكلتنا. فاحنا لازم نكون حريصين على انه احنا اننا نرتب اولوياتنا بالشكل اللي ما يخلي حاجه من الحاجات تختل، ما هو حاجات الانسان ماديه وحاجات عقليه وحاجات اجتماعيه وحاجات روحيه. دائما احنا عندنا مشكله في الظاهر انه حياتنا الاجتماعيه بتتغول حاجاتنا الاخرى دكتور سار، يعني لو كان في جانب اخر كان في فترات اللي هو عنصر الزمن بيكون مهدر بكميه كبيره جدا، ويا جماعه نحن ما نطلع نفسنا من نفس العيب، نحن
مرات بعد ننتهي من دوامنا بكون عندنا زمن كافي انه نعمل تفاصيل ثانيه لكن ما بنلجأ لها. كان في فتره جائحه كورونا اللي ناس استغلتها بالصوره المطلوبه والاخرين لا يعني في تفاصيل ثانيه. فانا داير اشوف تاثير الواقع اللي احنا بنعيشه الان سواء كان ظروف الاقتصاديه الواقع اللي بنعيشه في السودان، هل هو شماع ممكن نعلق على اولويات؟ طبعا احنا بنقول لك يعني انا مثلا طلعت من الصباح المواصلات ما قدرت اصل في زمني انا المفروض اصل فيه، يلا الطريق الترافيك بيجي فيه مشكله ازمه البنزين، انا ممكن اطلع من الصباح اجيب في البنزين يومي كله خلاص انتهى ما قدرت عملت له حاجه، وسبب مهم يعني عشان كده انا قاعد اقول الدوله ذاتها. انت عارف احنا طبعا الزمن ممكن ما يكفينا هنا في البرنامج، احنا ممكن لو عشان ترتيب اولويات ناخذ جانب انه الدوله ذاتها المفروض تساعدني انا كمواطن في ان انا ارتب اولويات توفر لي الاساسيات، يعني انا ما ممكن اكون مضيع في زمني في صف العيش وصف البنزين وصف عشان اقدر بعد ده انتج مليون وانتهى كله وتجي تحاسبك بعد ده وتجي تحاسبك. حتى مثلا لما اجي اقول لهم انه حاجه اسمها الرضا الوظيفي، الرضا الوظيفي ده ما جاء من ساعه عشان انت لما تحقق لي حاجاتي احتياجاتي الاساسيه اللي قلنا الاحتياجات حقت الانسان دي انا بتديني الزمن الكافي عشان انا اقدر انتج ليك واقدر ابدع ليك لكن انت لما تكون انا متضايق في حاجاتي الاساسيه وانا ما قادر توفر لي في النهايه انا دي حتاخذ زمني هنا ده. فانا في الانسان انسان بشر يعني عندي مروه زي ما بقول بالكلام الباين عندي طاقه فطاقتي بتستنفد في حاجات اخرى عشان كده انا ما بقدر انتج. فعشان كده زمن الانتاجيه في السودان ضعيف جدا، يعني انت لو قعدت بينك وبين نفسك شفت انتاجك اللي عملته هتلقى نفسك انتاجك مقارنه بالدول الاخرى او الناس زيك السودانيين اللي قاعدين في دول اخرى تلقى انتاجك ضعيف جدا جدا. ليه؟ لانه مقومات الحياه او الحاجات اللي بتساعد الانسان كلها ما متوفره فزمنك بيكون بيهدر. فعشان كده الدوله ذاتها المفروض يكون عندها ترتيب اولويات عشان كده احنا نلاحظ لو يكون عندنا مشاكل في بعض في الانظمه الفاتت او كده بيقول لك انه الناس مثلا تكون جعانه او ما موفر لها اساسيات البيزك وتجي انت تقوم مثلا تطمع تقول داير ابني ودايره اسوي ودايره يعني تنظر لجوانب اخرى في حين انه اولويات الناس اللي عشان يعيشوا حياه كريمه ما موفره. فانت لما تاسس للزول للفرد او في الدوله على توفر له اولوياته الحاجه دي بتخليه انه هو ينطلق لانه ينتج ويتطور وينجح في مجالات ثانيه. فاحنا عندنا مشكله برضو حاجه ثانيه اساسيه اقول لي هي شنو انه احنا ما بنحترف باخطائنا. يعني حتى انا مثلا الليله كان 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 انا طريقتي في الحياه غلط وانت قلت لي والله طريقتك دي في الحياه غلط فبزعل منك طوالي وبفتكر انك انت تعرف شنو على الاقل انت خليك مصلح روحك وتعال صلحني بصرف النظر عن يعني النبره او الطريقه حتى لو براحه مثلا اتكلمت مع زول اقول له والله انت ممكن زمنك كله تكون في اصحابك يعني ادي اولادك دي الزمن شوف انت ما قاعد معاهم يعني حتى لو قدر محتاجين محتاجين لزمنك يعني كده. فهو طوالي بيفتكر انك انت بتعرف شنو يعني دي حاجه في حياته الخاصه وانا فعشان كده احنا فقدنا الناس الناصحه يعني فقدنا الناس اللي بيوروك الطريقه الصح ودائما الناس الكبار احنا انا بقول دائما الكبير ده مهم ارجعوا الناس ترجع له انه بنشوف الناس زمان كانوا الناس دي كانوا بينتجوا وكانوا بيصنعوا كانت البيوت دي مزدهره والحين كانت مزهره بالحياه. هسه بقينا اليوم كل الناس يا قاعده لا قدام تلفونات يعني هو حابست نفسها فيها ولا قاعدين في 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 محلات الشاي ومحلات القهوه فالناس حبست نفسها عن الانتاج وعن التطور عن في 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 اطارات ضيقه جدا شديد. وتلقى الواحد في يوم وما عمل اي حاجه. رجيت سالته كده قلت له هدفك شنو في الحياه رتبت اولوياتك انت تصل لهدفك يقول لك والله ما عندي هدف يا عليك الله ما عندي هدف طلب طارد عليك الله يا عليك الله هدف شنو يلا يا دكتور سار كلام جميل في نقطه مهمه جدا نحن كشباب في السودان عموما انا وفي امثالي وامثال حمزه يعني في عمر في اعمار زي دي او زي ما بقول نحن جيل التسعينات ثاني تزوج دي النقطه الاهم طبعا اللي تشرت لها لان الزواج بعد ما حدد دي واحده من الاولويات انه الزواج دخلتينها خلاص لكن الشباب بيكونوا قاعدين في مجتمعات بتاعت القهوه بتاعت الشاي مجتمعات مشكلة دي انا بكون ماشي بشوف تجمعات بصوره كبيره جدا خرافيه انا ما قلت لهم يا ربي ناس القهوه ده اللي بيعملون شنو في الحاجات دي لدرجه اللي ممكن كده في حين انه في صرف يعني في صرف انا بقعد بشرب كوبايه القهوه بالشيء الفلاني طيب انا فكرت انه لو الشاب ده لو كان كلهم بالطاقه الايجابيه الموجوده دي وبالحماس الموجوده فكروا كده عملوا لهم نفره ويبنوا حاجه معينه ويعملوا حاجه بالنسبه لكل الشباب حي كم مصادر دخل نعم يعملوا حاجه بس كده مهم عندهم طاقه والطاقه دي عند الشباب بتتجدد ما بتنتهي طبعا اذا جاء حي وما بيعمل حاجه بعد شويه بيفكر يقول لك يا اخي انا ده اسافر من بلدي وشايل تلفون بس هو
سمك السمك. ايوه ده سافر او ده مش السمك وده مش حتى يكون شغال بالواتساب عايز يسافر برا. هل السفر برا هو حل لانك انت ممكن تقدر تلقى الحياه اللي عايزها؟ دي واحده. الحياه الثانيه هل انت اذا سافرت برا حليت المشكله؟ بل نحن بتكون فقدنا واحد من الشباب اللي ممكن يقدر ينتج ويعطي في سودان جديد. فقدنا واحده من الحياه اللي ممكن نحن نقدر نمشي بيها لقدام. يعني الان لو الليله انت مشيت وده مشى وده مشى خلاص يتسربوا يمشي ويكون هو عامل لدوله ثانيه وبينجحوا. أيوة. لاحظ انه حسي معظم الكوادر ما في يعني انا ما اقول لك 100% لكن 90% من الكوادر السودانيه السافرت برا انتجت وبيضربوا بعض مثلا الدوله موجوده. ايوه ليه؟ لانهم عندهم مهمة عندهم كان خطه وهدف عندهم ترتيب اولويات ما عندهم ما في فوضى. طيب التكسير منهم على زمان بعدين ده اديك حاجه مهمه في تجمعات الشباب في حاجه اسمها الطاقه السالبه. يعني انت عارف الزول ده ممكن يجي زياره اول مره صاحب من اصحابه يلم وقلت عنه اقعد مع شله فبيجي يلقى كلام شو له كله يا اخي عليك الله البلد يا عليك الله واحنا ما قادرين نعمل. فالانسان الجديد ده بياخذ منهم الطاقه السالبه. الطاقه السالبه هي اللي بتعطل الانسان بالنسبه. ممكن الانسان يكون كفيف لكن يكون منتج مش هو فاقد حاجه اهم شيء فيه من ادوات الانتاج ولا البصر. اي فلكن هو لانه انسان يكون مليان بالطاقه الايجابيه ومليان بالمقدره على العطاء ممكن ينتج اكثر من الانسان اللي بيكون موتع بكل صحته وعافيته. اكيد ممكن. فالطاقه التجمعات الشباب دي انا والله شغلاني جدا وبقيت لما نيجي مره كده اقول لهم يا اخوان نعمل لنا شكل بعد العمل. ايوه انت عارف لو كل زول مثلا كل تجمع من التجمعات لقى قائد واحد قام قال لهم يا اخواننا احنا بدل نقعد نضيع زماننا ده يشغلوك لو قلت كده طبعا يقول لك انت ما عندك شغل عليك الله صوت خلينا فكده. فانت لازم تعرف انه زمنك ده محسوب انت ما بتضيعه على حساب روحك انت بالمناسبه. اي نعم البلد محتاج يعني البلد ممكن يعني حتتضرر لكن المتضرر الاول انت لانه عمرك ده ما بيتعوض وما بيرجع واليوم اللي بيمشي من الانسان ما بيرجع ثاني. فبتجي تلقى نفسك ضيعت اجمل فترات الانتاج واجمل فترات العطاء فينك انت مختزل في كرسي وكوبايه قهوه وشاشه بتاع التليفون. لكن المؤسف وين؟ انه ان احنا في منظومه متكامله. يعني ده ما لهم بالنسبه للدوله لكن اتعودنا دائما على الهبات اللي بتجينا من غير ما احنا ننتج في حين انه السودان ده البقعه الطيبه دي موجود فيها كل تفاصيل الانتاج. يعني أكيد. احنا كاننا بنسمع بالسودان سله غذاء العالم. بتمنى انه هو يعود مجددا واكيد حيعود. لو تكلمنا عن التربيه الوطنيه ذاته كواحده من ترتيب اولويات انه الزول يحب بلده عشان يقدم الحاجه المطلوبه. للاسف يعني احنا من دول كثيره جدا بلدان بتشجع الحب وزرع التربية المدنية والوطنية بتكون جوا أقرب الجارة مصر. يعني إحنا الأهم الأول نقول إنه كده السودان. إحنا كيف نقدر نزرع في قلوب النشأ اللي هم حديثي الآن حب الوطن عشان بعد ذاك يكون في أولويات لترتيب إنتاجهم يعني في السودان. وذي برضو أنا بقول لك الأسرة داخلة فيها. يعني أنا ممكن أنا أكون الأب واليوم كله أنا بربي السودان ده بتفجر السودان ده كرهنا نعيش فيه وياخدي وانا لما اكون طوالي ساخط كده على البلد مؤكد اولادي ما حيكونوا حابين السودان. لكن انا لما اقول لهم انه دي بلدنا ودي احنا ما عندنا غير اولادي بنحبها اولادي بننتج فيها اي نعم فيها عثرات اي نعم فيها مشاكل اي نعم حياتنا ضيقه لكن انا الحاجه الممكن احبها انه انا قاعد في بلدي ده ما في زول بيسالني ما في زول بيقول لي انت منو انا هنا حاسس بجذوري انا منتمي انا زول عندي اساس انا عندي بلد عندي كينونه انا ما منتظر تجديد اغامه ولا منتظر تجديد جواز ولا انا في اي لحظه ممكن يشيلوني يرحلوني يعني انت الحاجات دي كلها بتديك نوع من الثقه في نفسك. احنا بس ناقصنا حاجه واحده بالمناسبه ناقصنا حاجه واحده اننا نغير على بلدنا نحب بلدنا نقول انه احنا دايما تبقى احسن احنا بنفكر اننا نطلع برا عشان نطور البلاد الاخرى لكن ما بنفكر انه احنا نضغط نفسنا عشان نشتغل نطور بلدنا السودان. ليه؟ لانه احنا ما تعلمنا انه في فئات في مناهجنا زي ما قلت في اسرنا ما كلمونا انه بلدنا دي بلد حلوه نحب السودان دي يا اخواننا بس مناهجنا دي معلش دي الاضافه يعني ممكن تشيل لنا مجتمع وجيل تربيه مدنيه الاسس المدنيه المفروض نعيشها برضو الغير الكبير للوطن. دور هسه نحن لسه في مرحله بتاع التنقيح لمناهجنا في سودان جديد. فلو كانت في رسائل برضو في بريد المختصين يعني في جانب المناهج انه ياسسوا لمبدا حقيقي بالنسبه للسودان الجديد ده يربوه. ايوه اهم حاجه يحطوا في المناهج التربيه الوطنيه. بعدين اكلمك بحاجه الاستاذ ذاته لو هو بيدرس الماده وهو ما حاسي بيها تبقى في مشكله كبيره. يعني لابد انك انت ذاتك اللي بيعلم النجي ده يكون هو حابي الوطن وحابي الماده عشان يغرس فيهم المحبه. عشان كده انا بفتكر انه لو احنا ذاتنا في التدريس الماده دي بالذات اخترنا شباب يا دوب قايمين وزرعنا فيهم الحاجه دي بالدورات التدريبيه وكده وخليناهم هم يتفرجوا على المدارس وانهم هم اللي يدرسوا
انا بفتكر انه الحاجه دي حتبقى احسن. ليه؟ لانهم هم كل شعله النشاط والحماس الجوام الغادوا به دوله القياده والغيروا به النظام. تعرف الاحتصام ده كان نجح ليه؟ لان الناس دي كانت حابه الحاجه دي، يعني حابه وحاسه بانها هي المنفذ وهي الخلاص وهي فكانت بترتب حياتها على انها هي الفكاك ليها من الاستعباد ومن القهر ومن الظلم اللي كانوا عايشين فيه. فعشان كده انا متوقع انه لازم احنا في اسرنا ذاتنا نسر على اننا نزرع حب الوطن في اولادنا. ومهما ضاقت السودان اي كهرباء قاطعه وزهجاني واليوم كلنا، لكن ده ما لانه السودان كعب، ليه؟ لانه احنا ما قدرنا رتبنا اولوياتنا في السودان بالشكل اللي يخلينا احنا من الدول في مصاف الدول. طيب دكتور سارة عمر، الكلام جميل ونتمنى كان الزمن يدينا مساحات دائما عشان ده خادم لكن مساحات ثانيه موعودين ان شاء الله معاك دكتور عادل المشاهدين يكون ان شاء الله في زمن ثاني عشان نتكلم عن التكوس. انا افتكر انه دي الحاجه ممكن هي تصل بسرعه بالنسبه لقلب المشاهد ونحدد فيها اولويات نحن زي ما قلنا بنبني في اشياء من جديد. دكتورة سارة يا أخي نحن شاكرين والله ومقدرين. دكتورة سارة إبراهيم خبيرة الإعلام المجتمعي كنت معانا ضيفة خفيفة الظل وعزيزة جدا. شكرا. عبر صباح الشروق. شكرا جزيلا. وأنا برضه في حاجة صغيرة دار أقولها، إنه إحنا كل ما كنا يعني رتبنا حياتنا كل ما نظمنا كل ما وصلنا لهدفنا. صحيح. فما نستهين بالزمن، الزمن ضيق وبيجري والعمر بيجري. الزمن ده فيه 90